السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله تعالى. غنبداو في ليكسبليكاسيون ديال الكوغ ديال الجي ار اش. سبيسياليزي الناس ديال اكادير، هو راه كلشي استفد فيه، ولكن متخصص في الناس ديال اكادير لا بروميير فوا. غتكون شي اكسبليكاسيون واضحه وسبيسياليزي في الناس ديال في الكور ديال الناس ديال اكادير، حيت راه انا بحثت وقلبت ما كاينش شي حاجه اللي واضحه. دونك هذه فرصه، حاولوا ديروا ابوني في لاشين باش تسلكوا الفيديوهات الاخرين. تسيير الموارد البشرية، لغوصوص إيمان هو الإنسان، حنا لا جيستيون ديالنا في لونتخوبخيز، كيفاش كومون جيري، كيفاش غادي تسير لنا الإنسان، كيفاش أنه يعطي واحد لا برودكتيفيتي مزيانة، يخدم مزيان. غادي نشرح بالدارجة باش يفهم كل شيء، حيت راه إلا فهمت تسهل عليك لا ريبونس، و ميم طون تتكون تتعقل. فوالا، قلنا الموارد البشرية هما حنا، كيفاش نوظفهم أحسن وظيفة في الشركة باش يعطونا أحسن إنتاجية. أشنو غنشوفو في هاد لا جي إر إش؟ بإذن الله غنشوفو لا غوكريتمون. أشنا هو لا غوكريتمون؟ أشنا هو لي فالياسيون، لا غيمينيغاسيون، إلا فورماسيون، وإلا دار ليكم جو كخوا با مو حالوش غيديرو لونفيرونمون. غنبداو بلا غوكريتمون. أولا، أشنا هي لا جي إر إش؟ دابا في أي شركة، سيرتو لي كروند انتربريز، كتلقى لي ديبارتمون ديال كوميرسيال، ديبارتمون داشا، و ديبارتمون ديال جي ار اش. واحد مكلف لينا غير بالجي ار اش، بتسيير الموارد البشرية. اشنا هي هاد لاجي؟ اول حاجة خصك تعرفها لا ديفينيسيون ديال لا جي ار اش. و سيل فوبلي، بالنسبة لهاد لي غيزيمي اللي غنبقى نصور، La gestion de ressources humaines, GRH, c'est l'ensemble des activités et des pratiques qu'il faut faire. La GRH ou la gestion de ressources humaines, lâche d'être. Je n'ai pas d'avis là. Lâche qu'il y a dans l'entreprise. Voilà. C'est l'ensemble, des activités et des pratiques qui faire la gestion et l'optimisation de ressources humaines. Les délina la gestion. GRH délina la gestion et l'optimisation de RH. Chna wa RH la ressource humaine huwa hna, le capital humain ou l'insan. La gestion tsir lina, tsir et l'optimisation. Chna hiya l'optimisation? Yani la maximisation des productions ou la aqsa ma yumkin an yuntijhu lna wahed chkhs ma aqal taklifa. هذه هي الاوبتيميزاسيون دو ار اش. جي ار اش هي يعني تدير لك الانتاجيه القصوى للشخص باقل تكلفه. عقل معايا، راه تنعطيك هنا لي ريبونس ديال ليكزام، لي كيسيون هنا كاينين ولي ريبونس. دونك راه فريمون هادشي ملخص ومديتاي زوين ومختصر. دونك التركيز سيل فوبلي. ار اش لو ريسورس ايمان هو موبيل، parmi les questions archives l'examen mobile dynamique qui se développe dans le temps. في الكور كتشوف هما قرا كيما كتعرف ما كتعرفش شنو يعني. دونك ار اش واحد الانسان بيان سور هو راه موبيل، يعني سيتنقل اي بو دي بلاص، ماشي واحد الحاجه اللي فيكس، واحد لا ماشين غتخليها وغتبقى. الانسان كيتنقل. ديناميك سي كوا؟ ديناميك لا برودكتيفيتي دي بون لا ساتيسفاكسيون. فوالا، الانسان على حساب la rémunération, la hsab, l'entreprise fach khdam, كل شيء هادشي تيساهم، لينا في الانتاجيه ديالو. دونك واحد 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 لو سالاري ولا واحد لا بيرسون خدام في واحد الشركه، الا زدنا في السالير واش ما غيزيد لينا في لا برودكسيون لا برودكتيفيتي؟ غيزيد بيان سير. الا كاينه لا موتيفاسيون دو لونتربريز ولا كومونيكاسيون ولا ريكونيسونس، كل شيء هادشي الا كاين، واش غيتزاد لينا في لا برودكتيفيتي دو لونتربريز؟ غيتزاد. اما الا مثلا واحد لو سالاري هام لينو تنقول لي انت كاع ما تدير والو، دونك باش ما كانت لا ساتيسفاكسيون كتكون لا برودكتيفيتي، ماشي بحال واحد لا ماشين. دابا تيبينو لك هنا لي كاركتيرستيك ديال ار اش. فوالا، كي سو ديفلوب دو لو طون، واحد الانسان اللي بيان سور دائما افكارو تيتجددو، تيجيب افكار جداد، تيتطور، ما تيبقاش فيكس، ماشي بحال ان روبو اللي تتفيكسي ليه دي اوبجيكتيف ولا دي تاش انا ويديرهم تيبقى يديرهم. دائما تيبدا تزيد افكار جداد، هذا هو ار اش. لي اوبجيكتيف دو جي ار اش، شنو هما الاهداف ديالو؟